طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومستعمريه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ودعت الخارجية الفلسطينية لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. واتهمت الخارجية الفلسطينية اليمين المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال بأنه يواصل الانقلاب على ما تبقى من اتفاقيات موقعة وجميع التفاهمات التي أنجزت برعاية دولية، محذرة من خطورة التصعيد الجاري جراء الاقتحامات التي ترتكبها قوات الاحتلال في البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية.